ينطلق اشغال المؤتمر الثاني عشر. بطبيعة الحال هناك جلسة افتتاحية اللي غادي تكون جلسة اللي بروتوكولير اللي بغينا نقوله. ثم بعد ذلك ننطلق بعد وجبة العشاء في الاشغال. بطبيعة الحال غادي يكون هناك التقرير الادبي والمالي للفترات السابقة باسم اللجنة الادارية، وبعد ذلك المناقشة ندوزو للجان اللي عندنا بطبيعة الحال كما هي العادة. هناك قضايا تهم بطبيعة الحال الأساتذة الباحثين والمطالب ديالهم، وهناك قضايا تهم الإصلاح ديال المنظومة ديال التعليم العالي. وهذا علاش حنا درنا في الشعار ديالنا من أجل توحيدي ودمقراطتي وتجويدي التعليم العالي، معناه أننا رافضين شعار ديال إصلاح المنظومة ديال التعليم العالي.